خوتي وخواتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم ابارتمون فواحد المجمع كامل بكم كتطلبون عليه. ابارتمون اللي جبت لكم افيتو طونجي اليوم كتواجد في مجمع النور. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش مجمع النور فين كيتواجد، كيتواجد في الطهر ديال مجمع الحسني اللي جا انفاس ديال شارع الجيش الملكي، بغارت بغارت القريه الرياضيه اللي غادي يدير شنو جديد، وملعب ديال ابن بطوطه قريبه منكم، اسواق سلام، سوبر مارشي مرجان، برانس الثانيه اهلا، وسونتر فيل مع لي تونيل اللي كاينين في شارع الجيش الملكي. قريب لكم هادشي كامل اللي قالت لكم هي. انت لابارتمون فيها 60 متر في الاتاج الخامس، والعماره اللي فيها جوج ديال ليزاسانسور ماشي واحد. دابا غادي ندخلو نكتشفو لابارتمون الفصاله ديالها. هاد العماره فيها لي كاميرات سيرفيونس، فيها العساس، وعاد السنديك اللي عامل خدمته بالمزيان من خلال الدخله ديال الاقامه، كيفاش مقبصه وكيفاش صالحه، وعاد الاصلاحات باقا كاينه. وي عندك العماره يلاه كتصلح، يعني الدخله ديالها خصكم تشوفوا القبص اللي كاين في دخل العماره، لي كاميرات سيرفيونس اللي عندي، يعني السنديك قايم شغل. لابارتمون مع الدخله كيف ما كتشوفوا، هذه هي الفصاله ديالها، يعني فيها 60 متر وجوج ديال لي شومبر، صالون، عاد سيجور اللي رابحين في وسط لابارتمون، يعني يقدروا يعملوا فيه كليسا، عاد كوزينه وحمام. يعني كيف ما قالت لكم هندا، يعني الفصاله ديالها متبدله ومختلفه. مع الدخله كنلقاو السيجور هو هذا، من هنا تقدروا تستغلوه كصالة مونجي، تستغلوه كنابي مثلا كما تعرفين تجلسوا فيه باش تخليو الصالون للضياف، يعني هذه المساحه راه غادي تستغلوا تحتاجوها في اي حاجه. وفي الجهه الثانيه كاين الحمام ديالنا البرينسيبال اللي كاين في هذا لابارتمون هادي. طبعا ما نساوش هاد الكلوار اللي دخلنا منه. وي الكلوار اللي هو واسع وكبير، تقدر ليكم في الكونسوله تعملوا شي ايطاج من الباب حتى للطرف حتى للحمام. مثلا شي بترينا فيها الرفوفه اللي غتعملوا فيها الكيزان ديالكم، القشا ديالكم، اولا مثلا شي ديكورات اللي هما مزونين. وي حيت الكلوار جا كبير تبارك الله، يعني واسع، خصكم تستغلوا ديك المساحه. وي وهنا هي الحمام ديالنا اللي هو مزلج حتى تقريبا حتى للسقف، عاد عنده الطاقه ديالو التهويه، يعني المساحه ديالو كافيه للسكان اللي يكونوا هنايا، يعني الاصلاحات في المتناول، يعني بالحق بامكانكم نتوما تزيدوا افكار ديالكم، ما عرفتوش تفرجوا في القناه ديالنا وانتم تاخذوا افكار. خذوا افكار، ما عرفتوش تطبقوا ديك الافكار عيطوا لنا حنا، كنتكلفوا بلا رينوفاسيون، كنتكلفوا بالجديد. هنايا هي فاتي كتوريكم الدوشه ديال الحمام اللي تقدروا من بعد يعملوا ليها الكوليس. ضروري الدوشة كيكون فيها كتكون مغلوقة، يا إما عامل كوليس إما الألمنيوم، يعني على حسب الإختيار ديال الشاري شنو غيبغي يكون في الدوشة. وي وعاد أنفصلو ذكرنا سيجور اللي كاين اللي يقدر يجيكم هنا صالة مونجي أولا كنابي، وعاد جات مجموعة، يعني دايرين فيها لي شومبر وكوزينة والحمام، جات لابارتمون مجموعة. فكرتني في الفصالة ديال لابارتمون ديال العفان، حيت حتى هي جات 60 متر ومفتوحة بحال هكدا، سيجور بارت صالون، يعني نفس الفصالة تقريبا. ودابا ندخلو نشوفو الصالون ديال هاد لابارتمون، وكيف ما قلنا لكم في الايطاج الخامس، العمارة فيها جوج ديال ليزاسانسور ولي كاميرا سيرفيونس، ولابارتمون جات بشمسة مضوية. علاش هيندا؟ حيت لابارتمون فيها جوج ديال الواجهات، دو فاصاد، يعني عندكم فاصاد من اليمين ومن الشمال، يعني الشمس داخلة بالمزيان مهوية، مكاينش الغمولة، واخا حنا معروف في طنجة ضروري ملي كتكون نسبة الرطوبة مرتفعة. وي بحق لابارتمون حيت جات غير في الايطاج الخامس وباقي من فوق منها باقي لها ايطاج ولا جوج عليها، ما غاديش تلقاو داك المشكل ديال الغمونه في السقف نهائيا. ها هي فاتي كديطاي ليكم في السقف لابارتمون، تقدروا مثلا تزيدوا تصلحوها، تعملوا هذاك القبص اللي اخر ما كاين، بغيتوا تستغلوا هالكرا ممكن، حيت هنا الساومه الكرائيه مرتفعه مرتفعه، مجمع النور معروف وما تلقاش فيه دابا الكره. عاد حتى الثمن ديال لابارتمون يعني كيسمح لواحد فين يدخل اصلاحات الا بغى، حيت ماشي هو ثمن جد جد مناسب مقارنه مع لي زابارتمون اللي كاينين هنايا. وي يعني معروفين لي زابارتمون اللي في طريق الرباط واللي 60 متر في هاد الجهه هادي، معروفين الثمن ديالهم، فهاد لابارتمون بناء على الطاو ديالكم والثمن اللي نتوما باغيينه. طبعا لابارتمون جات في مجمع النور اللي هو غني عن التعريف، جا في الطهر ديال المجمع الحسني اللي قريب من مرجان، قريب من اسواق سلام، قريب من طريق ديال الاشقر، قريب من زيان، قريب من القريه الرياضيه اللي يفتحوها جديد وغدشن، قريب من برانس الثانيه من اهل، يعني قريب لهاد المرافق العموميه كامله، وما غاديش تحتاجوا فيها مواصلات عموميه حيت كاينين حدا ريزيدونس. قريب من هادشي كامل اللي قالت لكم هندا، واصلا المجمع الحسني معروف، مجمع النور معروف، والكره فيه راه ما كاينش نهائيا تقريبا، فاذا بغيتو تاخدوها وتستغلو هاد الكره فهادي فرصه مناسبه بزاف. ودابا ندخلو نشوفو الكوزينه ديال لابارتمون.
يعني الواحد يقدر مثلا يستثمر في الكرا ولا يقدر مثلا بما انه كيجي في الصيف يباح يعني اخذ كشقه ثانويه في الصيف يعني اولا يقدر ياخذها كموطع اللي يسكن فيه دائما داكشي اللي كاين. وكوزين لابارتمون هي عاد فيها بلاكاج من فوق وعاد عندها موطع لورنيه وفيها ديجا حتى هي البالكون الخاص بها اللي كيطل على الفاصاد الاولى اللي كيطل عليه الصالون. وي يعني بغيتو تحتفظوا بهاد البلاكارات هيدا فحال هاد الديكور هيدا هي نورمالمون لابارتمون كتبع خاويه ما كتبعش بالفراش بلا غنتوما مثلا تقدروا تزولوا هاد البلاكارات تعملوا كويزيني كيفي او مثلا تلتزموا حتى اللورنيه يقدروا يزولوها يزولوها وي وي عملوا هذاك البلاكار مع كويزين ام دي اف كتجي دايره فوق ومن التحت يعني كوزينات الصلاح راه تولي شحال اخرى هاد المساحه ديالها تبارك الله راه ممتازه يعني الضوء اللي دايره بالبلاكارات واحد كاين موطع فين تعمل واحد صالمونتي ديال جوج كريزات كافكار يعني كفكره مثلا يتبقى الشاري ملي يشري لابارتمون ما عرفش انا قلت لكم يدخل القناه ديالنا افيتو طونجي كاين بزاف ديال الافكار اللي كاينين في لي زابارتمون ديال الناس ما عرفتيش عيطنا حنا نتكلفوا بها. مرحبا هنا باقي لنا جوج ديال لي شومبر دابا ندخلوا نشوفوا الشومبر الاولى اللي فيها البالكون ديالها وي لا شومبر لاحظت انا لي بيس ديال لابارتمون يعني لي شومبر كبارين حيت فيها يمكن 60 متر خداو لي شومبر وسعوهم مزيان يعني غتعلق فيهم مثلا كاما ديال جوج ديال الناس ولا مثلا جوج ديال الكيمون فوق بعضهم مثلا بيرو سيتو او كانابي يعني يتسع فيها الماتيريال ديال لي شومبر. عندك الصح لابارتمون يعني هاد البيت هذا جا كبير وعنده بالكون خاص بي اللي تقدروا مثلا نتوما هاد البالكون مثلا تفتحوا الباب تعملوا تما كاين شي ماريو تدخلوه مع البيت تعملوا تما كاين يعني تسقفوا داك البالكون تعملوا غير الالومنيوم وتما يكون البيرو يعني راه كاين افكار شنو يقدروا يستغلوا في داك البالكون هذاك. ودابا بعد ما شفنا هاد لاشومبر هادي شنو يقدر يجي فيها من الافكار مثلا بيت نعاس بيت الكلاس مثلا تقدروا تزولوا هاد الحيط هذا الا كنتو ما تحتاجوش لي شومبر وتشركوه مع هاد السيجور اللي كاين هنا باش يبان المساحه ديالو كبيره بزاف. هادي والله العظيم ما كنبغي حتى جوج ديال لي شومبر يقدروا يستغلوها وتشهر لابارتيسا فكره ممتازه. كيف ما قلنا لكم هاد لابارتمون راه كتباع خاويه ماشي بالفراش والثمن ديالها راه جد جد مناسب وهمزه وانتم اللي كنتو طالبين عليه. موقع ديال هاد لابارتمون هين داك طوي نزيد نفكركم بالموقع وانها جات في مجمع النور. مجمع النور راه غني عن التعريف جا في الطهر ديال مجمع حسني اللي كيتواجد في طريق الرباط المسمى بشارع جيش ملكي اون فاس مع القريه الرياضيه ديال ابن بطوطه. جا قريب من هادشي كامل اللي قالت لكم هندا فيها 60 متر في الايطاج الخامس. ودابا نمشيو باش نشوفو لا شومبر الثانيه ديال هاد لابارتمون. ودابا ندخلو نشوفو لا شومبر الثانيه اللي كاينه في هاد لابارتمون هادي وشنو يقدر يجي فيها اولا شنو كاين فيها ديجا. لا شومبر الثانيه حتى هي تبارك الله راه كبيره وواسعه تقدر تكون لا شومبر برينسيبال ديال لي بارون بحكم ان فيها ديجا ماريو وفيها طاقه كبيره اللي كتطلل على لا فاصاد الثانيه. هذه كتطلل على الفاصاد الثانيه وحتى لا شومبر اخرى كتطلل على الفاصاد الثانيه وي. يعني جات لابارتمون مقسومه على جوج النص كيطلل على الفاصاد الثانيه والنص كيطلل على الفاصاد الاولى وي. ويعني الصباح غتكون عندكم الشمس في جهه والعشيه غتكون عندكم الشمس في الفاصاد الثانيه. هذا الشيء هذا اللي كيخلي لابارتمون مشمسه مزيان مهويه ما فيهاش بروده ما فيهاش غموله وعاد مضويه وي. لا شومبر هي كتوري لكم الفصالة ديالها فاتي انها كبيرة تبارك الله تقدر يكون فيها كاما ديال جوج الناس بكوكيتات ديالها بلا كومود ديالها وعاد كاين ديجا لومبلاسمون ديال الماريو ديال البيت الناس. وهكذا نكونو شفنا لا شومبر الثانية. ودابا غادي تخرج عندنا فاتي باش نقول لكم المعلومات على هاد لابارتمون والثمن ديالها والمساحة ديالها وشنو الايطاجات. من بعد ما شفنا الشومبر الثانية هاد لابارتمون كيف ما قلنا لكم جات مجمع نور فيها 60 متر جات في الايطاج الخامسة عفوا فيها جوج ديال ليزاسانسور فيها جوج البيوتا صالون سيجور وكوزينة والحمام. يعني مول لابارتمون او الشركة اللي بنات هاد العمارة هادي عرفات تفصل الشقة ديالنا استغلت المساحة ديالها بامتياز واخا هي فيها 60 متر يعني استغلت المساحة بالمزيان وخرجت منها سيجور بينات المساحة على حقها وطريقة وعاد قدرت انها تخرج منها جوج ديال لي بالكون ماشي واحد ولابارتمون مضويه ومهويه ومشمسه بالمزيان بحكم ان فيها جوج ديال الفرشادات. والثمن ديال هاد لابارتمون اللي جبت لهم افيتو طونجي اليوم هيدا شحال؟ الثمن ديالها 34 مليون سنتيم. ثمن جد مشجع باغابوغ انها جات في الطريق الرباط جات في الظهر ديال المجمع الحسني اللي معروف
وغني عن التعريف موقع ديالها يعني. بعد قريبه لكل شيء يعني، اسواق القرب، الحمامات، الجامع، قريبه للتواكسيه، الترامبيات، قريبه لكاع المرافق العموميه اللي تحتاجو نتوما، حتى لي فارماسيانات كاينين في هذا المجمع. كل شيء كاين حداكم، غادي تحتاجو كاع التاكسي اذا بغيتو تستاجوري شي حاجه تاخذوها للدار. يعني حتى لو كانوا عندكم العواوس ما تحتاجو باش تقريوهم، يعني المدارس ابتدائيات اعداديات ثانويات معروفين كاينين في مجمع النور وفي مجمع الحسنه، كل شيء قريب لكم. والثمن ديالها بالدرهم 340 ألف درهم مغربي بالنسبة للناس اللي غادي تبغي تحول العملة ديالها. إذا عجبتكم هندة ما عليكم غير تعيطوا لنا في الأرقام اللي كاينين في أعلى الشاشة، وحنا إن شاء الله غادي نجيبوكم تفيزيتوها. بغيتو تسقسيو على هذا العقار، أي عقار كتشوفوه في القناة أفيتو طونجي، ما عليكم غير تعيطوا لنا الريفيرونس اللي كاين في أعلى الشاشة، الرقم اللي كاين في أعلى الشاشة، ضروري ما تردوه لنا سواء في الواتساب سواء في التليفون، وحنا كنعطيوكم المعلومات الكاملة. عندكم ابارتمون بغيتوها تبيعوها كبر من هذه ولا صغر من هذه، اولا عندكم طلب بغيتو ابارتمون كبر من هذه او الثمن ناقص على هذه، مرحبا تواصلوا معنا غير في الواتساب. حتى اصحاب المحلات التجاريه اللي كيفتشوا على المحلات اولا العقارات للكراء اولا الاراضي، خصصنا لكم تحت الطلب ديالكم قناه ثانيه جديده افيتو طونجي 2، غتجبروها في الديسكريبسيون ولا نتوما غوشيرشيو عليها في اليوتيوب وتابوناو معها وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. قلنا جميع معلومات، باقي غير الدعوه كيستناوها. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعنوا الدور ديالكم يفتح لكم بمناطق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.